أهلا بكم إلى حلقة جديدة من المنصة. في الأعوام الأربعة الأخيرة من الحرب التي شهدتها اليمن وما صاحبها من تدهور في جميع القطاعات وعلى رأس القطاع التعليمي، برزت على السطح ظاهرة الغش أثناء الامتحانات وتسريبها قبل موعدها، ما انعكس لاحقا على النتائج النهائية للثانوية العامة والمرحلة الأساسية. فحصل الأغلبية على معدلات مرتفعة وتشابه الفاشلون والمجتهدون، ولم يعد الناس يميزون بين المتميزين في الدراسة والمهملين منهم. عن نتائج الثانوية العامة وارتفاع المعدلات وتدهور جودة التعليم سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، حيث سنناقش انعكاس هذا الأمر على مستقبل البلاد بالإضافة إلى مستقبل التعليم الأكاديمي. إلى أين سيتجه هؤلاء الطلاب بعد ذلك؟ وإلى أين يتجه التعليم في اليمن؟ وكيف يؤثر هذا الأمر على سياسات الجامعات في الخارج التي تقدم منح طلابية لليمنيين في المستقبل؟ لكن قبل البدء في استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، نتابع التقرير الذي عده الزميل عمر النهمي حول الموضوع. قرابة 3 أشهر ظل طلاب الثانوية العامة والشهادة الأساسية ينتظرون ظهور نتائج الاختبارات التي خاضوها في ظل ظروف صعبة جراء الحرب التي تعيشها البلاد. وعلى نحو متناقض جاءت النتائج مرتفعة أعلى من مستوى التعليم الذي تلقوه طوال العام الدراسي الذي شهد تدهورا أكبر من الأعوام التي سبقت. درجات مرتفعة تجاوزت النسبة العليا بالنسبة لطلاب لا يستحقونها، ودرجات أدنى صدمت المتميزين منهم، فالغالبية حصلوا على معدلات لم يتوقعوها، ما أثار تساؤلات غاضبة في أوساط المواطنين بعد أن ساوت النتائج بين المتميزين والمجتهدين بالمهملين والمقصرين. يقول مراقبون إن سبب ارتفاع معدلات الثانوية هذا العام والأعوام الثلاثة السابقة يعود إلى تفاقم ظاهرة الغش التي صاحبت الانفلات الأمني والرقابي على التعليم، بالإضافة إلى انقسام القطاع التعليمي في البلاد إلى نصفين، نصف يتبع الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرتها، ونصف يتبع الانقلابيين والمناطق الخاضعة لسيطرتهم، ما تسبب في اختلال كبير في العملية الامتحانية وتسريبها للطلاب قبل إجرائها. ارتفعت المعدلات لكن التعليم استمر في تدهوره من كل الجوانب، ولم تعد الرواتب تصرف للمعلمين، الأمر الذي دفع بعضهم بحسب مراقبين إلى التساهل في ظاهرة الغش أثناء الامتحانات. وبين مدخلات التعليم الضعيفة والمتدنية بشكل كبير وملحوظ ومخرجاتها التي جاءت بشكل أكبر من حجمها المفترض، يبقى التساؤل أين سيذهب كل هؤلاء الطلاب بعد ذلك، وإلى أين يتجه التعليم الأكاديمي في ظل حاضر مشوش ومستقبل بلا ملامح. لدينا اتصال أول في هذه الحلقة، الأخ ياسر العمري. أهلا بك ياسر. مرحبا فيك أخي كريم. ياسر، بداية تعليقك حول موضوع هذه الحلقة والذي خصصناه للتعليق عن نتائج الثانوية العامة والمعدلات المرتفعة التي حصل عليها الطلاب. والله أخي الكريم، في البداية أنا سعيد باستضافتكم لي لمناقشة قضية تدهور التعليم والحصول على معدلات كبيرة عن طريق تفشي ظاهرة الغش والتي تمثل حجر الزاوية ونقطة البداية في تدمير المجتمعات، فشكرا جزيلا لكم. تدهور التعليم كارثة تهدد مستقبل اليمن. الحقيقة أنا أشعر بالحزن نتيجة تدهور العملية التعليمية في البلاد بشكل مخيف باستمرار الحرب منذ 4 أعوام، وترجع أسباب ذلك إلى تفشي ظاهرة الغش وعدم رغبة الطلاب بالدراسة والمدرسين بالتدريس. ومن الظواهر المخيفة أن يحصل طلاب الثانوية على معدلات مرتفعة دون أن يجد البعض منهم القراءة والكتابة بشكل جيد، واعتمادهم الغش كعامل أساسي للحصول على المعدل. أخي الكريم، منذ عام 2000 ارتفعت معدلات القدرة على القراءة والكتابة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة لتصل إلى 85% على الصعيد العالمي، لكن الوضع يختلف تماما في اليمن. فوفقا لتقديرات منظمات اليونسكو للتربية والعلوم. طيب أنت ياسر، الآن يبدو أنك تستند في مشاركتك تقرأ دراسات وعدت حول التعليم في اليمن. الأهم الآن بالنسبة لنا أن نعرف ما هي الأسباب في ارتفاع هذه المعدلات وحصول طلبة الثانوية العامة على هذه المعدلات المرتفعة، برأيك ما هي الأسباب؟ والله هناك أسباب. السبب الحصول المرتفعة هو تفشي ظاهرة الغش بطريقة أساسية ورسمية لأداء الاختبارات، وتدهور العملية التعليمية بشكل كبير ومخيف.
طيب، هذا الارتفاع في المعدلات باعتقادك كيف سيؤثر على مستقبل التعليم في اليمن؟ والله له تأثير سلبي للغاية، فالتأثير الغاش على العملية التعليمية في المستقبل. فالبعض من الطلبة حين يرى الطلاب المهملين وقد حصلوا على معدلات مرتفعة عن طريق الغش، يؤدي بهم ذلك إلى تدني مستوى التحصيل العلمي واتخاذهم من الغش وسيلة للحصول على المعدلات المرتفعة، وبالتالي ربما يفقد الطالب جزء، هذا الطالب المجتهد جزء من نشاطه والاتجاه نحو الطرف الآخر لاعتماد الغش كوسيلة للحصول على المعدلات. طيب، ما المبرر للطلبة والسماح لهم بالغش؟ يعني أين هي الجهات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم ولجان المراقبة في الامتحانات؟ يا أخي، تدهور العملية التعليمية لا يمكن لأحد أن يتهرب منها، ابتداء من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة مرورا بالمراكز التعليمية بالمديريات والإدارة المدرسية وصولا إلى أولياء الأمور. فمكتب التربية والتعليم مساهم بشكل كبير جدا بتدمير العملية التعليمية وبتسهيل الغاش. فمثلا يا أخي الكريم، هناك قرارات صدرت لعدد من المدرسين تحويلهم إلى موجهين، وبالتالي بقت أماكنهم شاغرة بالمدارس وبقت المواد التي كانوا يدرسوها في المدارس بقت بدون تدريس، وبالتالي أدى إلى تسهيل الغاش للطلاب في تلك المواد. فمن خلال إصدار العديد من قرارات المدرسين وكذلك غياب الجانب الرقابي من مكتب التربية والتعليم والذي سهل لكثير من المدرسين ترك المدارس والالتحاق بالجيش والأمن أو يعمل اعتيادية أخرى ولم يتواجدوا إلا وقت الراتب. فمن الصعب أن يحضر اللجان المركزية الاختبارات والسير بإجراءات نزيهة ونظيفة لطلاب لم يكونوا أساسا حضروا مدرسيهم لأداء التعليم أساسا. شكرا لك ياسر من المملكة العربية السعودية. اتصال آخر. الأخ عبد محمد نعمان تربوي من محافظة تعز، أهلا بك أستاذ عبدو. حياك الله ومسهلا. هل في سياق طبيعي حصول الطلاب على هذه المعدلات أم يعني يمكن تعامل مع الموضوع أنه بشكل طبيعي، ربما طلاب هذا الجيل أصبحوا أذكى من الأجيال السابقة؟ برأيك ما هي الأسباب في هذه المعدلات المرتفعة بالنسبة لك كتربوي؟ أولا نشكر قناة بلقيس أنها تحضر الفرصة وأنها ناقشت قضية من أهم القضايا التي تهم الوطن. أولا أخي العزيز، الغش ليس وليد اليوم، بل هو مشكلة تراكمت لعدد من السنين هذا في مجالنا. فالغش ظاهرة خطيرة وسلوك مشين. العملية التعليمية وحدة متلازمة مترابطة لا يمكن فصلها عن بعضها، فهي تعتمد على ثلاثة أركان أو ثلاثة أساسيات، هي المدرس، الطالب، المنهج، والقصور في أي منهما يؤثر على الآخر. فالمنهج غير متوفر، نحن لا نقدر المنهج لطلابنا منذ ثلاث سنوات وهي السنة الرابعة، المعلم لا غير موجود، إما أنه يعني أخذ توجيه معنا في الحبيب 700 موجه، جبل حبشي فقط مديرية واحدة فيها 80 مدرسة 700 موجه. المواد العلمية لا يوجد لها مدرسين، كذلك الطالب فاقد الثقة بنفسه بسبب ضعف التحصيل العلمي. أخي العزيز، أسباب الغش عديدة، منها أن هنا عدم وجود وعي مجتمعي بمخاطر الغش. ثانيا، أنها صارت ظاهرة الغش حق من حقوق الطالب، بل صارت ثقافة مجتمعية كل يشارك فيها، المدرس، الأب، الإدارة، الجهات الرسمية، كل يشارك في هذه العملية أو عملية ظاهرة الغش. رغبة الطالب في الحصول على معدل كبير كونه للافتخار أو لأجل هذه، ضعف الوازع الديني والوازع الوطني لدى كثير من المعلمين، فكثير من المعلمين باع ضميره بثمن دخس. هناك كثير من المعلمين يأخذ الفلوس ويرتشي. كذلك لا توجد رقابة رسمية من الجهات الحكومية أو الجهات التربية ولا رقابة مجتمعية. كذلك الفساد المستشري في التربية والتعليم من أعلى الهرم إلى أسفل الهرم، هذه كلها تؤثر على المستقبل أو على مستقبل الوطن، مستقبل أولادنا. طيب أستاذ عبدو، أنت كتربوي هل شاركت في عملية مراقبة الامتحانات الأخيرة؟ كيف كانت الأجواء؟
هل فقط الغش كان السبب الرئيسي في حصول الطلبة على هذه المعدلات أم أن هناك أسباب أخرى؟ لأنك تركزت في معظم حديثك على الغش. أخي العزيز، هناك أسباب كثيرة للغش، منها أول مرة الوضع الاقتصادي والوضع السياسي الذي تعيش به البلاد. هناك كثير من الطلاب منازل ويأتي الاختبار فقط، هذا يؤثر عليه الغش. ثاني قلت لك أن كثير من المعلمين أو رؤساء اللجان باع ضميرهم بهذه المواسم لجلب المال فقط وليس ليش ليس ليش الاختبارات. طيب أنا سؤالي كان أستاذ عبدو عن أجواء الامتحانات، كيف كانت إذا كنت مشارك في عملية ضمن لجان مراقبة الامتحانات؟ أخي العزيز، ظاهرة محزنة. نظرت لنظام الاختبارات، ظاهرة أنك تعيش كأنك في فوضى أو تعيش في ليس في قاعات الامتحانات، وإنما كأنك تعيش في الشارع. هناك يعني المدرس الذي لا يريد أن يغش يعطى له استغناء ويذهب إلى بيته، ولن يبقى إلا من باع ضميره من رؤساء اللجان أو المدرسين. فظاهرة الغش منتشرة بشكل كبير، استخدام التلفون، إدخال الكتاب، كتابة الإجابة على السبورة من بعض المدرسين أصحاب المواد الدراسية، هناك كثير من الأشياء. محظوظين هذا الجيل. شكرا لك أستاذ عبدو، يكتبوا لهم الحل على السبورة. تمام، شكرا. أنس الهجري من تركيا، أهلا بك أنس. أهلا وسهلا، حياكم الله. لحقت أنت هذه التسهيلات، كم حصلت على معدل في الثانوية العامة؟ خريج عام كم؟ أنا خريج عام 2013-2014، طبعاً حصلت على معدل عالي الحمد لله، لكن كان الوضع نسبياً أحسن من مما هو عليه حالياً. يعني كان فقط الغش يمكن بالتلفون والواتساب فقط، يعني ما كانش في حل على الصبورة في دفعة؟ ما كانش في حل على الصبورة، خصوصاً أن كان وزير التربية والتعليم عبد الرزاق الأشول، كانت الأمور يعني نوعا ما في هناك حزم، كان هناك حزم في الاختبارات، وإذا كان في قليل من الغش كان في حياء. الآن أصبح الغش يعني بدون أي حياء، أول ما يفكر فيها الطالب قبل أن يذهب إلى لجنة الامتحان هو من أين سأحصل على الغش وكم سأعطي الأستاذ الفلاني مع الأسف من أجل أن يسمح لي بالغش. طيب أنس، أنت أكيد يعني على تواصل مع الزملاء لك في اليمن، برأيك يعني بحسب ما وصلك أنت، ما أسباب حصول الطلبة على هذه المعدلات المرتفعة؟ هناك عدة أسباب. طبعا أريد أن أنوه في البداية إلى شيء مهم، وهو أن هناك بعض الطلاب حصلوا على معدلاتهم باجتهادهم، وهؤلاء نبارك لهم، لا نريد أن نسرق منهم فرحتهم، إنما سأتكلم بشكل عام عن الوضع الذي حصل. إذا نظرنا إلى المنظومة التعليمية في اليمن بشكل عام نجدها فاشلة حاليا ولا تؤدي دورها، ابتداء من المدرسة التي إما هدمت بسبب الحرب أو استخدمت كثكنات عسكرية ومخازن ذخيرة أو استخدمت كملاجئ إنسانية. وإن وجدت المدرسة فهناك مشكلة في الوصول إليها في بعض المناطق غير الآمنة. كذلك المدرس لا يستلم مستحقاته منذ أكثر من عام ونصف، وبالتالي فهو لا يؤدي دوره إلا ما ندر، وبالتالي فالمنظومة التعليمية تتوقف تماما إذا غاب أهم عنصر فيها وهو المدرس. أيضا المنهج التعليمي تعرض لبعض التعديلات بدون أي رقابة حكومية، ولكن حسب أهواء فئة معينة وأناس معينين. هؤلاء الأناس لا يريدون للطالب اليمني أن يتعلم إلا كما يريدون هم، لا يريدونه أن يفهم في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الهندسة، لأنه كلما كان جاهلا كلما سهل عليهم جره واستقطابه إلى جبهة القتال. هم يريدون حصر التعليم في فئة معينة من المجتمع دون غيره من الشعب، كما كان يفعل الإمام قبل عدة عقود، وهذا يمدد من فترة انقلابهم. طبعا الوضع في المناطق المحررة أحسن بكثير من المناطق الأخرى، لكن لا تزال هناك مشكلة تواجه المنظومة التعليمية بشكل عام، وبالتالي فلا نتفاجأ بالمعدلات القوية التي يحصدها الطلاب، لأن العملية الامتحانية فاشلة تماما وأصبحت بلا رقابة، وأصبح الغش شيء طبيعي عند الطالب وعند المعلم وعند ولي الأمر على حد سواء. نلاحظ حصول البعض من غير المجتهدين، هناك بعض الطلاب لم يعرف المدرسة ولم يدخل المدرسة وحصل على تسعينات مثلا، ونرى بقية طلاب المجتهدين مثلا حصل على درجات ضعيفة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على فساد. طيب هذه مشكلة الامتحانية. حصول البعض على معدلات مرتفعة وبالتالي يمكن أن يحصلوا على منح في
الخارج، هل تعتقد أن هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا وهذه المعدلات المرتفعة في نتاج الثانوية العامة بأقسامها المختلفة، هل يمكن أن تؤثر على تعامل الجامعات الخارجية والدول التي تقدم منح للطلبة اليمنيين وإعادة النظر في منح هذه المنح للطلبة؟ نعم، أنا سأذكر مثال تركيا بحكم أني أعيش فيها، وأنت تستطيع أن تقيس عليها بقية الدول وبقية الجامعات. هناك بعض الجامعات التركية تطلب بعض الامتحانات الدولية والمحلية لدخولها كاليوس والسات وغيرهما، ويأتي اليمني ولا يستطيع أن يجتاز هذا الامتحان لأنه غير مؤهل أساسا من البداية. كذلك هناك بعض الجامعات كانت تقبل الطلاب بدون اختبارات دولية أو محلية، أصبحت الآن لا تقبل الشهادة اليمنية لنفس الأسباب، وبالتالي تقل فرصة الطالب اليمني في الحصول على مقعد في أي جامعة. وكذا الفرصة الأخيرة التي كانت موجودة للطلاب اليمنيين وهي المنح التركية أصبحت الآن تقلل من عدد طلاب البكالوريوس وتميل إلى قبول الطلاب ذوي الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه وبحث علمي وغيرها لنفس الأسباب. يعني هم يعرفون أن هذه المعدلات القوية لم تأتي من اجتهاد شخصي وإنما أتت من غش. شكرا لك أنس، كنت معنا من تركيا. اتصال آخر، أبو مدين من المملكة العربية السعودية، أهلا بك أبو مدين. أهلا وسهلا بك الكريم. تعليقك أبو مدين حول موضوع هذه الحلقة، نتاج الثانوية العامة المرتفعة، كيف تنظر لأسباب هذه الظاهرة؟ والله يا أخي الكريم، يعني ظاهرة كارثة جدا، و أريد ألفت نظرك أنت المشاهدين الكرام أن المشكلة الكبيرة اللي لم نتطرق لها إلى الآن هي في الهيكل الرئيسي في الرأس. يعني عندما تكون أنت رئيس لجنة أو تريد أن تكون رئيس لجنة امتحانات مثلا، تعرف أنك تدفع أقل شيء مليون إلى مليون ومئتين إلى 2 مليون علشان ينزل لك قرار أنك تكون رئيس لجنة من أجل أنت تطلب الله يعني، ويكون مشارك فيها مدير مكتب التربية في المحافظة ومدير مكتب التربية في المديرية والرقابة ووكلاء مدراء المدارس وغير ذلك. هنا الكارثة، وهؤلاء عندما تتيح لهم الفرصة بمثل هؤلاء اللعب في مستقبل الأجيال، تراهم في الأول والأخير تعمد كبير جداً تجهيل الشباب، وبالذات في السنوات الأخيرة هذه. يا أخي الكريم، أنا بشرح لك شيء واحد يعني حاصل في مناطق سيطرة الحوثيين. الحوثيين في تعمد لتجهيل الشباب ليتسنى لهم ولمشروعهم استقطابهم بسهولة، ولهذا لا يستطيعوا استقطابهم بسهولة إلا في التجهيل، وهذا دليل كبير جداً. الحوثيين مثلا في اهتمام تدريسهم للملازم وفكرهم ومنهجهم الدخيل ويعني كبير جدا مثلا، وعندما نراهم اليوم تسعينات او 92 او 93 والله لا يعرف يكتب كلمة شكرا او مبروك او شيء، يكتبها بحرف النون يعني شكرا. يعني الحوثيين لهذا سيبنوا جيل تماما جاهل لا يهمهم، وسيكون هذا الجيل بين فك الجهل والخرافات والخزعبلات اللي نراها اليوم. أخي، إذا لم يكن هناك من التجهيل ما استطاع الحوثي إيضاح فكره للشعب واستقطاب الناس والشباب، ولهذا هم يتعمدون بشكل كبير جدا للمسألة هذه، وكلنا نعرف ذلك. وكما قلت لك أخي الكريم وللمشاهد، أن من يقارن بين التعليم المدرسي والتعليم ودورات الحوثيين العنصرية المذهبية، فهناك في دوراتهم اهتمام كبير جدا وانحراف لعقول المراهقين، فمن أتبعهم الحوثي اليوم ارتكب جريمة، وكذلك أقول الشرعية يعني باختصار في التعليم، ولن يقبلنا نحن الآن لها، فالأجيال القادمة سيكون هنا الكارثة. أخي الحوثي يصنع بيئة خصبة لمشروعه، ولا نرى ولا نسمع. وين دورة الشرعية الحكومة بالنسبة للتعليم، دعم التعليم؟ دعم يا أخي الكريم، المدرس عندما لا يستلم ولا ريال فيأتيه إلى لجنة الاختبارات قصدي، يعني الطالب يجيب 5 وهذا 5 وهذا 5، يجمعوا في المدرسة 3-4 مليون ريال،
من ضمنها أكثر من النص إلى مدير مكتب التربية في المحافظة، وبعدها إلى مدير مكتب التربية في المديرية والرقابة وغير ذلك. للأسف هذا الواقع يعني. شكرا لك أبو مدين من المملكة العربية السعودية. اتصال آخر أيضا من السعودية الأخ محمد منصور، أهلا بك. برأيك ما أبرز الأسباب وراء ارتفاع معدلات الثانوية العامة خلال السنوات الأخيرة؟ السلام عليكم أخي سامي، شكرا لتحت الفرصة في المنصة في قناة الفرصة المحترمة. أنتم جزاكم الله الخير، الآن تمثلوا الدور المطلوب منكم هو توعية الشعب أو توعية المجتمع بشكل عام. الغش هو انتهاك لحرمة الامتحان، إهدار لجهود الطلاب، عدم دقة تقييم المستويات، تدني مستوى التعليم في اليمن. المعدلات الكثيرة هي الوضع الموجود حاليا في البلد، أدى إلى زي ما أقول إلى إهداء التعليم، وهذا هو الإهداء المؤقت، النجاح المؤقت الذي ينتج بعد خيبة أمل كبيرة جدا سواء في المجتمع الآن أو الجيل الموجود أو في المستقبل. طيب تأثيرات ما يحدث على مستقبل التعليم؟ الآثار هي الأضرار بالمجتمع. لك أن تتخيل أنه الأب اللي يفرح مثلا يشجع ولده اليوم في الغش، قل له هل بتقبل أنك ولدك إذا تخرج طيران بتركب معه الطيران، أو إذا هو طبيب بتروح تسوي عند عملية؟ أول حاجة ابدأ بنفسك بالتغيير. إذا قبل الأب أنه مثلا بيسوي عند ابنه اللي غشله واللي شجع على الغش أنه مثلا يسوي عنده عملية بعد ما يتخرج، فهذا كارثة أكيد. هو ما يقبلش على نفسه، أكيد إحنا مجتمع واحد وأسرة واحدة. الآثار اللي بتكون هي كارثية. الآن إحنا في واقع مرير للأسف، نخاف على المستقبل. يعني إذا ضعتم علينا الحاضر فلا تضيع علينا المستقبل بالغش، وهي الأساس والتعليم حتى نحن نبني جيل قوي متعلم، يبني دولة مدنية حديثة مثقف. هو إذا استفدنا بالبداية الآن في التعليم، الآن إحنا نزرع الزهرة ونتمنى ننتج الثمرة بعد، لكن للأسف صار إنه التعليم هو الآن محور الصراع، كل واحد يشجع على الغش حتى إنه يكسب فئة محددة من الفئة العمرية السنية المحددة حاليا خاصة طلاب الثانوية. أشكرك جزيلا أخ محمد منصور من السعودية. نذهب لمشاهدة بعض المشاركات التي وصلتنا من خلال واتساب حول الموضوع. طبعا الغش واحد اعتماد الطلاب على الغش كبديل للتحصيل التعليمي، ثانيا مساعدة كثير من الفئات على انتشار هذا الظاهرة وهذه الظاهرة واعتماد الطلاب عليها. هذه من سوء الأسباب. الآثار احتباط كثير من الطلاب المتميزين ومثلهم قدرة على التحصيل العلمي، ظهور مخرجات غير أو لا تتميز بكفاءة بل تحمل مستوى علمي ضعيف. هذه الآثار. المعالجات والحلول هو أن تقوم كل فئة من المجتمع بدورها، سواء كان في مجال التعليم، في مجال الأمني، في مجال الاجتماعي، ويؤدي كل إنسان دوره كواجب وديني ووطني أمام هذه الظاهرة. أولاً كان قرب أسباب انتشار ظاهرة الغش، والسبب الأول هو عدم المتابعة والمراقبة من قبل وزارة التربية والتعليم، وغياب الضمير الحي لدى بعض العاملين في المؤسسة التعليمية. ومن الآثار التي جنت عليها ظاهرة الغش هي الإحباط لدى الطلاب المتفوقين دراسيا وعلميا، وكذلك عدم الاهتمام من الطلاب القادمين للثانوية العامة، لكون أن الغش وسيلة للأنجع من مدى. ومن العلاج الذي يمكن لكل فئات المجتمع والشخصيات الاجتماعية أن تعمل بها، ومزالة التربية والتعليم، نتمنى مزالة التربية والتعليم أن تفرض العقوبات الصارمة والمتابعة والمراقبة لكل من يتلاعب بسير الوسيلة التعليمية، وفرض عقوبات صارمة لكل من يمارس هذه الآفة المدمرة للمجتمع.
مع ظهور النتائج في الآونة الأخيرة ازدادت عملية الغش بشكل كبير وظهور معدلات كبيرة، الأسباب وضعف تدني التعليم الفترة الأخيرة خاصة مع الوضع الأمني ووجود الدولة والحرب الحاصلة ومقسم الدولة ما بين الحوثيين والشرعية وتدني التعليم بشكل كبير، عدم حصول فترة أكثر من سنتين على الرواتب المعلمين على رواتبهم، وعدم حصول المعلمين الطلاب على المناهج الدراسية كاملة أدى إلى وكمان ظهور المظاهر المسلحة وقت الاختبارات. المعلم ورؤساء المراكز الاختبارية لهم دور جدا في انتشار ظاهرة الغش، هذه بتخرج لنا مخرجات فاشلة، ما بتقدرش تفرق ما بين الطالب المجتهد والطالب الفاشل، هنا بتودي إلى إحباط الطالب المجتهد نفسيا، وكمان حتى المنح الحكومية بتروح لناس غير المجتهدة، وهنا بتدمر البلد، لأنه التعليم ومخرجات التعليم هي اللي تجيب الدكتور، هي تجيب الصيدلي، هي تجيب الممرض، هي تجيب المهندس، تجيب المحاسب، تجيب كل مخرجات الدولة. فلذلك إذا كانت هذه مشاركات من خلال واتساب حول الموضوع. لدينا اتصال من ماليزيا، الأخ باسل الدبعي، أهلا بك باسل. أهلا ومرحبا بكم وبالسعادة المشاهدين جميعا. شكرا لك باسل، تعليقك ومشاركتك في هذا الموضوع حول أسباب هذه المعدلات المرتفعة في معدلات الثانوية العامة في ظل كما يرى الكثير أنه ربما نتيجة لتدهور جودة التعليم. بالتأكيد، أولا نحن يجب أن نعرف أن مشكلة الغش أو ظاهرة الغش هي ليست وليدة اليوم، وإنما تمتد لسنوات، خصوصا العام التي تلت انقلاب الحوثيين التي ساقمت هذه الظاهرة. لكن وجهة نظري أنا أرى بأن الأسباب واضحة أمام هذا التضخم في معدلات الثانوية العامة وأمام هذه الأرقام الضخمة التي لا يمكن هضمها. وأول هذه الأسباب هي تفشي ظاهرة الغش التي انعكاس طبيعي لغياب الدور الفاعل لوزارة التربية والتعليم التي لا تمارس أدوارها بالشكل الصحيح، وغياب الرؤية الواضحة في أداء تطبيع الحياة التعليمية. أضف إلى ذلك غياب الرقابة الحقيقية والفاعلة في تنظيم وضبط العمليات الامتحانية لطلبة الثانوية العامة والإعدادية. بالتالي من المؤسف القول بأن الغش بات اليوم مشرعنا للجميع، فالطالب يصل لنهاية العام وهو يعلم تماما كما تعلم المؤسسة التعليمية بأن لا حل أمامهم سوى الغش. أضف إلى ذلك فقدان مهنة التعليم لمبادئها وشرفها في نفوس الكثير من المعلمين الذين باتوا ممكنات للغش أكثر من كونهم صانعي أجيال. هناك عدم حضور، تغيب مستمر عن الدوام المدرسي، ثم حضور مباشر ويومي أثناء الاختبار لتقديم الغش للطلبة مقابل مبالغ مالية. البعض منهم بات اليوم يتقاضى أجر يومي من أولياء الأمور والطلبة داخل القاعة لتقديم ما يمكن أن نسميه بالفساد المهني والأخلاقي، وهذه معضلة كبيرة جدا. لكن في المقابل وكما رأيت أنا أو يرى كثيرون كنماذج حية لتفشي ظاهرة الغش، وأن عادة من يشرف على سير العملية الامتحانية مؤخرا هم أشخاص غير مخولين بالفعل ذلك، أي من أبناء المناطق التي تتواجد فيها المراكز الانتخابية أو الامتحانية، خصوصا في القرى وفي المدن الوضع أكثر مأساوية. بالتالي هنا يتم التلاعب بسير العملية الامتحانية دون ضوابط دون قيود، الكثير من النماذج يتم تسريبها إلى خارج المراكز الامتحانية، ثم تؤتى حلول على شكل قوالب جاهزه للحل تمنح للطلبه مقابل مبالغ ماليه. وهذا الامر لم اختلقه انا من تلقاء نفسي، ولكن لا يخفى على احد ولا غرابه بالتالي ان نشاهد هذه الارقام الصعبه في المعدلات الثانويه، وان يصبح الجميع متنافسون على المراكز الاولى دون جداره او استحقاق. طيب هل تاثيرات ستكون هناك وتداعيات موجوده لتفشي هذه الظاهره على مستقبل التعليم؟ بالتاكيد، انت تتحدث عن جيل أو عن خريجي ثانويات بلا مواهب بلا قدرات بلا تحقيق فكري حقيقي. اليوم خريج الثانوية يتحصل على معدل فوق 90 ثم يقف حائرا لا يستطيع تحديد ميولاته في اختيار التخصص المناسب في الجامعة، فيذهب منهم إلى اختيار تخصصات عشوائية، والبعض منهم لا يستطيع الالتحاق بالجامعة وحجز مقعده من خلال التنافس المباشر مع بقية الطلاب، فيلجأ إلى الوساطة. بالتالي هنا تتحدث عن جيل كارثي سيتخرج، بالتالي هنا سلسلة متلاحقة من الفشل، إن كان هذا التأثير مباشر خريج الثانوية يؤثر على سلسلة التعليم بشكل متلاحق، بالتالي فشل متلاحق لا يمكن أن نقول بأنه فشل فقط في مخرجات التعليم الثانوي، أيضا يؤثر على المخرجات الجامعية. بالتالي لنا أن نتصور ما هي نوعية الطلبة التي ستتخرج من الجامعة في الأعوام القادمة أو في السنوات اللاحقة، ونحن نعول على جيل
يكون متنفس حقيقي للبلد وللوطن. أشكرك جزيلا باسل من ماليزيا. اتصال آخر من تعز، الأخ محمد، أهلا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. تعليقك في الموضوع حول أسباب ارتفاع معدلات الثانوية وهذا التضخم في هذه المعدلات وتأثير ذلك على مستقبل التعليم. والله يا أخي، ارتفاع المعدلات التي نراها في هذه السنوات خصوصا السنوات الأخيرة يعني أصبحت هي ليست المشكلة بحد ذاتها، إنما المشكلة هي ناتجة بلا شك ولا ريب عن ظاهرة الغش التي أصبحت مرضا متفشيا في مجتمعاتنا. والغريب والعجيب أن القيادات التربوية المتتالية وأصبحت هي جزءا من المشكلة بل جزءا من المؤامرة. هذه القيادات رغم مرور سنوات عديدة وانتشار فضائح الاختبارات والغش وغيره إلا أنها لم تستطع فعل شيء، يعني اتخاذ قرارات صارمة لمحاربة ظاهرة الغش وايضا يعني مثلا اقامه عقوبات واضحه في حق من يتساهلون في مثل هذه العمليه، يعني اصبحوا ربما يسهلون مثل هذه الامور يعني ويتعاملون كلوبي يعني لاخراج رؤساء لجان يتعاقدون معهم ربما يعني بدفع مسبق او ربما باتفاقات شراكه من اجل يعني ماذا الحصول على اموال معينه، بل ربما هذه القيادات أصبحت لا تستطيع توفير الجانب المالي لهذه اللجان التي تخرج يعني لإقامة الاختبارات حتى لا تجد مسوغا لابتزاز الطلاب. هذه العملية التي هي أقصد يعني ظاهرة ارتفاع المعدلات نتجت أيضا عن صلاح المجتمع كآباء وكطلاب بعملية الغش رغبة في الحصول على معدلات كبيرة، وهذا أيضا جهل مركب نتجت أيضا عن تدني مستوى التعليم الناتج إما عن تقصير أو عن ملل من المعلمين أو عن قلة خبرة وأحيانا انعدام كثير من التخصصات في بعض المدارس أو المناهج أو توفير يعني سبل التعليم المتطور أو غير ذلك، بل هناك يعني توجه ومؤامرات خارجية وربما داخلية تسعى لتجهيل المجتمع تحطيم مواهبه ومواهب شبابه بإخراج جيل مهزوز ومهزوم، يعني لا يرى للتعليم واستمرار الحضور في المدرسة أي أهمية طالما وأنه سينجح بدون عناء الدراسة أو المذاكرة. كما أن المهتمين وأيضا يعني ماذا الدولة نفسها وأيضا القائمين بالمراكز البحثية والجامعات والأكاديميين مبتعدين عن هذه الظاهرة ولا يبحثونها كمشكلة ويجدون لها الحلول، وبالتالي استشرت وانتشرت وأصبحت يعني كأنها حق من حقوق الطالب يمارسون في مثل هذه الأيام، فترى بلا شك ولا ريب ستكون النتيجة ارتفاع المعدل ويعني وأيضا إنشاء جيل مهزوز ومهزوم كما قلنا. شكرا لك أخ محمد من تعز من المملكة العربية السعودية. اتصال الأخ سفيان السالمي، أهلا بك سفيان. باعتقادك كيف سيؤثر او ستؤثر هذه الظاهره في حصول الحمد لله مساك بالخير انت وطاقم القناه والمشاهدين جميعا. شكرا لك. اليمن وخارج اليمن. شكرا لك سفيان. باعتقادك كيف ستؤثر هذه الظاهره على مستقبل التعليم؟ والله الظاهره هذه ظاهره خطيره جدا، والمخرجات اللي خرجتها الظاهره هذه مخرجات كارثيه بالفعل. يعني انه اولا التعليم عندنا انت عارف التعليم عندنا محطم من قبل والان زاد اضعاف يعني تضاعف الحجم، وانت تخيل لما انسان ما يقدر يكتب اسمه وتجيب له نسبه 90 يعني انت تخيل كيف النتيجه. وثاني حاجه انه الجامعات اللي عندنا الاستيعاب كبير جدا يعني معك تسعينات كثير استيعاب وما فيش جامعات اصلا في الاساس لو قيمتها من الجانب التعليمي ما فيش جامعات بالمعنى الله صح. فكارثة كبيرة جدا والله انه وبنفس الوقت العقول اللي هي الاذكياء تخيل في اذكياء حصلوا على 60 70 يعني متحطم ثنائيا. طيب باعتقادك هل ما حدث وهذه المعدلات المرتفعة هل سيؤثر هذا الامر على سياسة الجامعات الخارجية التي تقدم منح للطلبة اليمنيين؟ طبعا سيؤثر جدا لانه انت جاهله بناس حاصلين على التسعينات بعدات كبيره جدا
يعني بيأثر عليك مصداقية التعليم عند الآخرين صفر عندك. يعني كل الناس معقول كل الناس في التسعينات يعني غير المعهود اللي كنا متعودين عليه من قبل. هو والله على ربك إن شاء الله ولا مشكلة كبيرة والله. شكرا لك سفيان من السعودية. اتصال آخر نذهب. طيب قبل نستقبل الاتصال نذهب لقراءة بعض التعليقات من خلال الفيسبوك حول الموضوع. الأخ إلياس أو صفحة باسم إلياس يقول يتحدث عن نتيجة لأختها أمام تقول نتيجة 62 في نتيجة الثانوية لهذا العام وزميلتها التي كانت تذاكر لها أختها هي تحكي عن قصة أختها وتشرح لها مسائل التفاضل والتكامل كانت نتيجتها 88. أمان الآن وبعد أن تلقت نتيجتها فقدت الرغبة وربما القدرة على الكلام لم تقل كلمة واحدة وجهها أصفر ويدها باردتان ونظرتها شاردة. صديقتها ذات 88% تبكي وتصيح أمان مظلومة لازم تقدم لهم مراجعة. مشاركة أخرى شهد اليوم أعلنت نتيجة الثانوية العامة في مناطق الحوثي بعد انتظار طويل من الطلبة وأهاليهم فمنهم من فرح بنتيجته نقول لهم بارك عليك ومنهم من حزن ونقول له لا تيأس وعوضك الله خيرا منها. يعلم الجميع أن جهد المجتهد ضاع أمام عملية الغش واسعة النطاق الآن وفي ظل ابتهاج المتفوقين. ماذا لو قابلت أحدهم وسألته ماذا تريد أن تدرس من تخصص جامعي بعضهم سيقول لا يعرف يجيب وسيصاب في مقتل لأنه لا يدري بماذا يجيب عليه بل لا يدري هل سيستطيع مواصلة دراسته الجامعية أم لا. اكتفي بهذا القدر لأنه خط غير واضح. الأخ عبد الوهاب يقول نتائج الثانوية العامة من 90% وما فوق ارتفعت مع ارتفاع الدولار. الدولار اليوم ب 77 وبالتالي لازم ترتفع قوتها الشرائية لكي تتناسب مع سوق العمل. بعد بعد تخرجنا من الثانوية كان الدولار 120 وكانت النتائج 60ات و70ات و80ات. اليوم لا قيمة للريال اليمني أصبح مزيف وعديم الفائدة والقيمة ومثل نتائج الثانوية العامة 90ات وما فوق مزيفة مزورة عديمة القيمة أرقام بدون قيمة حقيقية بدون مضمون بدون تحصيل علمي بدون مستقبل وضع زائف رخص في كل شيء وانعدمت قيمة الإنسان أغلى القيم. الأخ محمود أو محمد الزارعي يقول بعدما شفت نتائج الثانوية والمعدلات من فوق 80 عرفت لماذا العالم كله يحاربني لأنه معنا علماء مش طلاب. المنتصر يقول ارتفاع معدلات نتائج الثانوية العامة نتيجة الفساد في التعليم في ظل الأوضاع غير المستقرة في البلاد وعدم وجود رقابة على الامتحانات ووجود وانتشار ظاهرة الغش بشكل منظم وينتج عن هذه الظاهرة انخفاض كبير في جودة التعليم وأجيال فاشلة. طيب اتصال الأخ النقيب. أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تعليقك حول الموضوع فيما يخص أسباب ارتفاع معدلات الثانوية العامة وتأثير ذلك على مستقبل التعليم. والله طبعا أنتم عارفين في اليمن التعليم فيها زفت جدا يعني سابقا وحاليا حاليا تشوف هذه السنة طبعا النتائج ما يقل على 85 فيما فوق 90ات 85ات ويعني يعني بالخيال هذه المعدلات تشوف طلاب لا يعرفون يكتبوا أسماءهم. والله هو أن يكتب اسمه قبل يومين أتحدث مع إنسان بارك كله قبل يوم أبارك الواحد بعدها بارك الله ألف ألف مبروك وأمور كذا يرد علي أقسم بالله ما يرد علي أغادة أتدار هذا الرد يعني بدون ما يعرف يتكلم باسمه أو ما يعرف يتكلم أي كلام. تجي شوف الآن ب 92 يعني 92 مع طلعبة هي طالب بالسنين السابقة بهذه المعدلات. طيب تأثير هذه الظاهرة على مستقبل التعليم برأيك؟ على مستقبل التعليم طبعا تشوف في المناطق الحوثي في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي يعني بأكثر تشوف عندنا في المناطق الأخرى تشوف أقلية بهذه الأمور ولكن الذي تحت سيطرة الحوثي تشوف بأكثرية لأنه صار الغش الغش يعني انتشر بكل ما تعني الكلمة يعني كانوا لو كنا نغش حسنا درسنا يتخرجنا يعني بالأمور لو كنا نغش سابقا بس كنا نغش بشيء يعني قليل جدا يعني ولكن بهذا الوقت
شو يقول الغش يعني المسكين يعني دخلوا لهم الغش بالكميات في المناطق التي تحصل بها الحزين والغش يعني بكل ما تعني الكلمة وهم لا يعرفون لا يقدرون أن يكتبوا أسماءهم أو يكتب يعني لو ما تجي تقول له أي آية يقرأ عنها القرآن الكريم لا يعرف يقرأها يعني أو يكتبها عنه في الوطن. شكرا لك النقيب أحمد بن تعز. اتصال آخر. أذكر في إمكانية التواصل والمشاركة معنا من خلال أرقام الهاتف الظاهرة في الشاشة. نناقش في هذه الحلقة ارتفاع معدلات الثانوية العامة وأسباب هذه المعدلات المرتفعة، أيضا تأثيرات ذلك على مستقبل التعليم الأكاديمي سواء بشكل عام في البلاد أو أيضا على سياسات الدول والمنح التي تقدم للطلبة اليمنيين. لدينا اتصال. إذن يبدو أنه وصلنا نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، ولدينا اتصال أخ يوسف بشر. أهلا بك يوسف. أهلا وسهلا بكم أستاذي. يوسف، برأيك هل ستؤثر هذه المعدلات ويعني هذه الظاهرة ربما على سياسة الدول والجامعات التي تقدم منح للطلبة اليمنيين؟ بالطبع العملية التعليمية في انهيار متواصل للأسف الشديد وتعيش انقسام كبير ما بين السلطة الموجودة تحت سلطة الحوثيين والمحافظات الخاضعة تحت سلطة الحوثيين وما بين المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية. الانهيار المتواصل للمنظومة التعليمية كانت أحد أسبابه ارتفاع المعدلات إلى نسب كبيرة. نعم أنا تابعت في الفترة الماضية المؤتمر الصحفي الذي عرض في صنعاء لنتائج الثانوية العامة، كانت نسبة النجاح بما يقارب 10% وهذه النسبة لم تكن تحصل في السنوات الماضية، كانت دائما نسبة الرسوب كانت 10% فقط بمقارنة بسنوات الحرب كانت دائما نسبة الرسوب ما بين 14% 16% 18%. يعني تقدم الامتحانات في اليمن في المحافظات الخاضعة لسلطة الحوثيين أكثر من 180,000 فقط 20,000 بينما الباقيين بنسب عالية بما يقارب 162,000. هذه الظاهرة وهذه النسبة العالية تؤثر وبقوة، وأنا كطالب موجود في تركيا أرى أن أغلب الجامعات ذات الترتيبات العالية والمرتفعة مثل الجامعات الأولى العاصرة على المراتب 20 الأولى في تركيا لا تقبل الشهادة اليمنية فقط، إنما تقبل وجود أو تلزم الطالب الذي يتقدم إلى هذه الجامعات بإحضار اختبار دولي كاختبار ما يسمى اليوس أو التات. وهذه فعلا حقيقة كارثة كبيرة بأنه لم تعد للثانوية العامة أي قيمة، ولكن بالمقابل أنوه بأنه في الفترة الأخيرة أو الأيام الأخيرة الطلاب أو مواقع التواصل الاجتماعي زادت من حدة النقد لما حصل من نتائج الثانوية العامة، لكن حقيقة هناك طلاب مجتهدين، آلاف الطلاب المجتهدين لا نستطيع أن نظلم، هناك من ثابروا واجتهدوا وسهروا الليالي الكثيرة للحصول على معدلات عالية، هؤلاء لا نستطيع أن نظلمهم. نعم البلاد تمر بمرحلة مفصلية وحاسمة من حرب ودمار وانهيار لمؤسسات التعليم، لكن هناك من المجتهدين الآلاف، هناك من المثابرين والطامحين لمستقبل عالي، لا نستطيع أن نظلمهم. نعم هناك معدلات عالية في وجود مجموعة من الطلاب المثابرين والمناضلين لا نستطيع أن نغفلهم ولا نستطيع أن ندمر مستقبلهم بالإشاعات التي تقول بأن كل من حصل على معدلات التسعينات هو إنسان فاشل إنما حصل عليها بغش. هناك طلاب متفوقين، هناك طلاب متميزين، هناك طلاب يستحقون أن يكونوا من أوائل الجمهورية كما أعلنتهم السلطتين الموجودتين سواء في عدن عن طريق الحكومة الشرعية أو في سلطة الحوثيين. شكرا جزيلا لك يوسف. وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة. في أمان الله.